السلام عليكم. اليوم باش نوريكم سيستم اكسواتاسيون جديد هبط في السنة اللي يسميوه ريميكس او اس. دونك هذا السيت الرسمي نتاع الجيت اللي تنجمو داونلوديو منه الريميكس او اس. اذا عندك بروسيسور يخدم 64 بيت ولا 32 بيت ما يكونش تعمل دورنت ولا بس 64 بيت تعمل داونلود عادية حيت بالاي دي ام اسرع يعني. دونك بعد ما داونلوديو الفيرسيون باش تلقاو الدوسيان تاع الريميكس او اس في 32 ولا 64 حسب ما داونلوديتني. دونك في 32 تلقاو هذا وفي 64 تلقاو هذا الشيء. باش نبداو اليوم في 64 حيت انا عندي بروسيسور 64 بيت والرام عندي 3 جيجا. دونك لازم نستعمل 64 بيت اسرع يعني. تدخلوا اول حاجة لل installation tools. اذا كانك تحب تصب الريميكس او اس في فلاش لازمك يكون عندك ويديكا في الفلاش ديسك متاعك ومعتها الدي بي متاع ترانسفير يكون قوي شوية يعني. واذا تحب في الديسدير ما عندك كنش تعمل ديسدير ولا لكتر او اس بي كما قطع في الفلاش. دونك انا باش نستخدم ديسدير الايزو فيه تختار يا اما 32 بيت ولا 64 بيت حيت الانفلاشن تول تمشي باللي دو فيرسيون. باه هاتو باش نمشي لل 64 بيت. نختار الايزو فيل. باه و بعديكا ننزلو على اوكي. تو قاعد يقلك فور يور سي بي فيزمينغ يوزينغ. اذا كما قلتلكم البروسيسور لازم 32 بيت ولا 64 بيت تنزل على اوكي. باه تعمل انا صافي تقبل حالي سواء. دونك نستنيو شوية بطلت شوية برا بعد كده تجيك ردي ماري من دونو. حاليا هو قاعد يصب في السيستم ما غير ما كان البوت ولا مع تنفازات متاع الويندوز ديريكت يعني من الويندوز يصب لك كل شيء ويمشي ديال البوت يعني تجم تستخدم الويندوز ويت والريميكس اويس في نفس الكيسي. كما تلاحظوا تو كمل السيت اب نتاع السيستم ديكسبلوتاسيون. وعلى فكره السيستم ديكسبلوتاسيون ما قلتش على الاول هو يحطك هذا الريميكس او اس يحطك تخدم ليز اندرويد ابس في البي سي. دونك هو يجم يتصب في الويندوز والا في الماك او اس وفي لينكس ما نعرفش تو مع فيرسيون على لينكس يعني هو تو حتى تو يخدم في الويندوز سواء اكس بي ولا 7 ولا 8 ولا 10 والماك او اس زادا. دونك تو لازم ننزلو على ردي ماري مثلا. دونك كيما قلتلكم تو ننزلو على ردي ماري نستناو حتى يريدي ماري البيسي. كان عندك ويندوز 7 تعمل في البوت تختار ريميكس او اس يجيب لك معناتها ويندوز 7 وريميكس او اس. اذا ويندوز 8 تستنى حتى يديماري معناتها تبتعد على الفاجة هذيا لحظة. دونك كيما تلاحظو معايا تو سلكتو الريميكس او اس انا حيت نصبيتو قبل زدت صبيتو تو خلصت الحكاية يعني باش نصب هذا جديد تو هاني نزلت عليه. ده هو باش يموتي بالريميكس او اس. باش يعمل لك شارجمون للفيلز اللي صبيتهم. دونك لازم تستنى شوية. وقت الدوسك بشارك ايوه خذها بيدي خذها دامج ولا بيدي. حيت انا قبل صبيته يعني عمل لي شارجمون قرابة قادر 4 ساعة هو يعمل في الشارجمون ديفيشي
تو مش بشي يعود يعمل شرجمة او كديرك تتحلي الريمكس او اس انتم لازمكم تستنوا يعني حتى السيارة تولي 100% في شرجمة ويتحلكم يعني يعمل لكم شوية دلونج وال والاكسبت انت يوزرز وتبيع تكونكتي ولا تبيع ما تلاحظوا حالي ديريكت وما تهمش ما اسرع من ريمكس او اس في ما بين دي سيستم دي اكسبلوتاسيون ويخدم حتى عند اضعف بي سي عندك دونك كيما تلاحظوا ريمكس او اس دوت خان هو مبني على لينكس والويندوز مدار يشبه الويندوز شوية يشبه لينكس شوية هوني بارنت هاد الابليكاسيون كما تلاحظوا وهذا للويكي دونك كيما تلاحظوا بعد سنة البرد تستعمل وما في شيء جيت تخدم لابليكاسيون اندرويد كيما عندك سمارت فون ولا تابلت تنجم تستعمل ريمكس او اس في البي سي دونك ان شاء الله حلقة اليوم تكون عجبتكم ما تنسيوش تعملوا سابوني و جيم وزادة بارتاجيو كان حظو وان شاء الله بستنى في حلقة جديدة من زيتا جيمنج